الله بركاته. بون، هذا محمود الهمندي، دكتور الهمندي، طبيب اسنان مدينه نابل، اللي عنده تو ملي بدات الثوره هو ينزف من تبعات اجرام الدوله في حقه، يستنجد بكم، ما فهمتش، انسان كي يستنجد بكم معناتها هو مرتاح، يستنجد بكم اخي، اللي يستنجد بكم معناتها في خطر ولا معناتها مرتاح؟ لا علينا. دونك انا ملي نستنجد وانا في خطر وحتى حد ما تحرك، اوكي سي بون داكوغ. اخي عندكم عادي انه انسان يقول لكم رئيس الجمهوريه نتاعكم مجرم؟ بالك شي حاجه عاديه، حاجه من اثنين، يا اما عاديه انه رئيسكم يكون مجرم، والا يتسمى ثلب. وما يتسمى ثلب ثلب كان اذا ما عنديش ما نثبت صحه القول نتاعي، وقتها يولي ثلب. انسان بالله يقول عليك مجرم، عنده 3 سنين يقول عليك مجرم ولا احد يتدخل، اش معناتها؟ قانون واضح وصريح، فصل 42 من مجله التزامات العقود، واضح وصريح، من وقع تصرف في حقوقه ولم يعترض ولم يكن له عذر معتبر يعتبر ذلك منه تصديقا. اقل البسيط يفهمها من غير ما يكون قاري قانون. 3 سنين وانا نستنجد، 3 سنين نجيب المعاوي وكل الجمهوريات المحكمة الابتدائية بتاع تونس اللي اختصاصه هو إرهاب دولة. أنا صار علي إرهاب دولة باش نحاولي بنتي من عقر داري عن طريق زوجة التجأت إلى جميع أوجه الفساد بما بين فخذيها. هلأ غنطلب منكم كي نقول عاهر ولا قحبة باللغة التونسية تفهموها، ماني جبتش حاجة من عندي، ما خلقتش لغة، هذاك شنو الديكسيونير شفيه؟ واضح؟ لو اذا انتم تكونوا متربين مع المجرمه سوني با مون بروبليم، اذا انتم اصلا متواطئين مع المجرمين راكم مجرمين، يلزمكم تكونوا واعيين تمام الوعي انكم عندكم واجب تجاه اي طفل في الحمايه، حق الطفل في حمايه المجتمع. وينك يا مجتمع اللي صار توظيف بنتي اداه جريمه وكلكم تتفرجوا؟ اخت حبوني نكون كالم، مش نكون كالم، طبيب اسنان دمروا لي حياتي، قطعوا لي خبزتي، بنتي 4 سنين ما نراهاش، وما وقفتش من اني نشكي بالقضاة الفاسدين وكل ما هم قاموا بتزوير الوقائع وخزعبلات، واللي تتصوروا في بالكم اجرام بلا حدود. كي نقول لكم قضاءكم مجرم وكتبتها اكحل على الابيض الوزير العادل الحالي واللي قبله واللي كذا، وحتى تحقيق ما تحل، وليس ذلك الاثبات اجرامية القضاء بتاعكم. اخي تلدغوا من جحركم قداش من مر، نحب نفهم يا تونسي وقتاش مش تفيق من البهامة متاعك، بهامة واضحة وصريحة، يا اما بهامة وهذا كان فريمون اكثر الاعذار من قولكم، وقال انتم ناس مجرمين خالصين، وقال انتم الناس ما عندكمش العدل في نفسكم، ما عندكمش الحجة بالحجة، لا عندكم تلجيم الافواه، كيفكم كيسياتكم، سياتكم اهمل اللي يتصرف هكذا تصرف يلجم الافواه ويركب الباطل حق والحق باطل. وعندي قداش نطالب بمواجهتكم حتى حد ما يواجه، انتكم هامل، حكومتكم تهمل، رئيسكم هامل، شوهتوا هيبه الدوله، شلكتوها البلاد، دمرتوها البلاد. الله انا اللي ننزف الى يومنا هذا، حتى خرجت من حبس 9 أشهر حبس حطوني، طبيب عنده عديد الالتزامات، انت كي صارت عليك ثورة شوف وين وليت حساباتك، هذا كله علاش؟ خاطر طلبت حماية بنتي؟ فماشي الناس كيفاش يقولوا فرضا هذا اتقي شر من أحسنت إليه، ما تفهموش كل حد يمشي على روحه، ما يتوظف الأطفال كأداة جريمة باش تخلق خلق طلاق للضرر، برا عند الله على السفهاء. ألوغ من غدوة، من غدوة الهامل متاعكم رئيس اللي نسميه رئيس الجمهورية الهامل والمجرم، وثائق كل عندي، المجرم متاعكم نجيب المعاوي اللي هو حطه سي بشيسي باجي قايد سبسي يتسطر على الدوسيات على الكوية، يعرف أكبر فاسد وحطه في محكمة تعقيب، هو دي اللي هنا يا نجيب المعاوي، هو وجهي قدامك تستغل النفوذ والديك نحيهم لك، واضح؟ الحجة بالحجة تويك، والديك مش نحيهم لك انت، والقضاة اللي شكيت بهم البشير التكاري وحطني في الحلبة متاعها مسترهم تسطر عليهم، امالي العتروس
المجرمة أعمال العتروس وكل ما هو متعلق بها بقضاء الأسرة في جرنباليا، مش تحلوا دوسياتكم الكل، الكل يهمل، واضح؟ هو محمود الهمندي لهنا وجهي عريان، مش بس تستغل نفوذ، والدين تا والدين دينمكم مش نحيهمكم، واضح؟ تو مانتنو في حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للاعتداء متاعكم ما يظهر حد شيء، كي نمسح بوالديكم القاعة. دونك رئيس جمهوريتكم بشير التكالي وكيل الجمهورية بتاع المحكمة الابتدائية بتاع تونس اللي هو اختصاصه كل ما هو مقاومة إرهاب الدولة وجرائم الإرهابية، هذا صار في حقي أنا، إثباتات الكل موجودة، ولكلكم يا كلاب القضاة ويا كلاب سلك المحاماة اللي 9 محامين في الساد واحد يتستر على الآخر، أي حلوا التحقيق منا في قضية 44780، كيفاش خرجت بنتي من الدار، كيفاش هزوها، وكيفاش القحبة متاعكم من بن فضل بما بين فخذيها تراود المحامي نافع العريبي باش يولي هو المرشد الى شتى الجرائم اللي وقعوا ايهام بيهم في حقي انا. الو حل التحقيق يا شعب تونس، تو ما عادش نحكي مع حتى حد، اشعرتوا الوزير متاعكم اللي قضى وفاسد هو مجرح فيه وما عندهم حتى الحق باش ينظروا في حتى قضيه وما فماش حتى ظروف تم محاكمه عادله وقضاءكم فاسد على بكرتي ابي سلك محاماتكم كيف كيف. دونك اما الشعب التونسي تقوم تفور جدهم الحكومة متى الهمل ومتى المجرمة هذه العميلة لجهات خارجية، تحقيقات تتحل، كل واحد يجيب الحجة، انت جيب حجتك يا منصف المرزوق وانا جيب حجتي، انت جيب حجتك يا وزير العدل وانا جيب حجتي، القحبة متاعكم منال بن فضل ونقولها قحبة بتمام معنى الكلمة، جيب الحجة متاعها ونجيب الحجة متاعي. لا مش باش مش تمشي وتلجم الافواه، خاطر وقتها نبول عليكم وعلى قدركم. اوكي دونك يظهر لي شعب تونس عيت من استنجد وانا مهدد بالحبس في اي لحظه من وقتاش من 2011 يلعبوا بتاريخ الجلسه اللي كنت باش نديهم الكل الحبس، يلعبوا بتاريخ الجلسه باش يلجموا لي صوتي مره اخرى. انا عداله تحكي عليها، انا عداله وانا دوله وانا كذا وانا حقوق وانا عزه وانا وطنيه وانا مستقبل وانا ولادكم كذا. اسمعوني، اللي ما يعرفش التاريخ، اللي ما يعرفش التاريخ ما عندوش مستقبل. دكتور همندي بالراس العليا التاريخي في البلاد كامله من شمال الجنوب من شرق للغرب، مش كم شقحاب انت منال بن فضل حطتهم لي في الفيسبوك، والقحاب نتاع القضاة نتاعكم ومتاع السلك الميليشيا الحزبيه كم سبعابس لي باربوز اللي يسميهم نتاع الاطراف اللي انا شاكي بيهم يحاولوا يشوهوني، مش هوني حدا ما صدقكم كنس فيها، على خاطر الانسان الراجل يقول لك الحجه مقابل الحجه، عمري ما نهار مكنتوني باش نحط الوثائق نتاعي، شكيت بكم الكل يهمل، حطتوني في الحبس باش تجردوني من كل الوثائق نتاعي، وما تنجموش باش تحل تحقيق في والديكم الكلاب، والديكم الكلاب من منصف المرزوقي الى اقل عون تواطئ في الجريمه اللي صارت في حقي وفي حق بنتي، مندوبيه الطفوله وبالكل كل الطابور نتاعكم معاه طويل وعريض وكذا، لكن مش نجيب والديكم واحد واحد، طالب حقي يا شعب تونس، وجهي عريان، اسمي محمود الهمندي، نسكن في الهادي شاكر في مدينة نابل، وطالب راس منصف المرزوقي، وطالب راس وزير العدل متاعكم، وطالب راس وكلاء الجمهورية، وطالب راس جميع القضاة اللي هما تواطؤوا في الجريمة اللي طالتني واللي هما قتلوني بالحياة، مش كيما شهداء الثورة قتلوهم مشاو، أنا كل نهار نموت 1000 مرة في النهار، وميسالش ونستحمل، وهذا كله على جال بنتي وعلى جال بلادي، اللي أنا ضحيت بعمري كامل على جالها وأنتم نكرتوا الجميل، ما قلتلكمش قولوا لي بارك الله فيك، أو موان كو مديت با ميرد، ألوغ موا جو دي ميرد أجوردي، المينيموم دي شوز كو جو بو فو دير تونيزيان، خليتوني في عجز حتى باش نجم ننفع بلادي في الوقت العصيب اللي احنا فيه، الله نطلعها على كل سكت، والله نطلعها على كل مجرم، والله نطلعها على كل قاطع رحمه، وتبا لكل الأئمة السفهاء اللي هما باعوا ضمايرهم لأجل ناس سياسيين، ناس فساد، خونة الله والرسول، وتفيها عليكم. بقرضاويكم وكل ما هو كيفاش يقولوا من لف لفه، والسلام على من اتبع الهدى وعلى رجال تونس، وتفيه على قحاب تونس، وتفيه على مبنى تاع تونس، ونرى فيهم على اليمين وعلى اليسار. الوغ فيديو هذه للرجال والقحاب يمشوا يعرفوا واش مش يمشوا يعملوا. تصبحوا على خير.